صبحكم الله بالخير. اليوم هو اليوم الخامس، نحاول نوصل القرش إلى أبو فلة في 30 يوم. أمس رحنا قدمنا على وظائف وسوينا أشياء كثير، فاللي ما شاف المقطع يرجع يشوفه عشان يفهم إيش حنسوي الحين. رايحين على محطة الباص السريع عشان نروح نلفلف عمان ونحاول نطلع فلوس أكثر ونروح لأبو فلة بأسرع وقت. فلا تنسوا اللايك والاشتراك ومنصة أحسن تحت في الديسكريبشن، ونروح على الباص السريع نارين عشان الباص. يعطيك العافية، شكرا حبيبي. الحين دفعنا دينارين عشان نقدر نروح وسط البلد، من وسط البلد بنحاول نجمع فلوس، فيلا نجرب أول مرة أركب الباص السريع الصراحة، فإن شاء الله يكون حلو. يا شباب الحين ركبنا الباص رايحين وسط البلد، إن شاء الله يكون شيء حلو. والله الباص فخم، والله يعطيهم العافية إنهم سووا هذه الأشياء. أوه يلا وسط المدينة. باقي شوية ونوصل. يلا 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 المحطة الأولى، فنروح المحطة الثانية عشان ننزل وسط البلد. فيلا نزلنا بعد ساعة تقريبا، بنروح وسط البلد الحين ونشوف ايش فيه. فيلا اسوي هنا، اقسم بالله ما ادري، انا ما ادري ايش جيت هنا الصراحة. والله جيت كذا هبد فهبد، ان شاء الله نسوي شيء مفيد وما ضيعنا الفلوس الفاضي. شباب انا قاعد اسأل نفسي ليش جيت هنا، ما ادري والله ما ادري على الفاضي اقسم بالله، بس شكوى والله. جي جي لقينا نصيب هنا تمام، فايش رايكم نشتري واحدة ونفوز 50,000؟ اكتبولي في الكومنت ايش رايكم. زي ما تشوف هنا دخلنا في العملات القديمة، شوف واه مقدمهم حتى واحد يعرف ايش نوع هذه. شوفوا والله دايم هنا، والله في اشياء مرة عجيبة. مكالمة عشان الأكيل أمس المقابلة، فأنا الحين ساحب على أم وسط البلد نرجع عند الأكيل. فيلا رجعنا، أنا ما أدري إيش سويت، رحت وسط البلد دفعت دينارين وضيعت، جبت العيد وضيعت وقت. آسف مرة أن جبت العيد، بس خليني من هذا كله، عندنا مقابلة مع الأكيل. يلا بسم الله. قبل المقابلة اكتبوا لي ايش اقدر اسوي تحت، شباب خلصت الافكار عشان كذا انا صرت اهبد. يرحم امكم ساعدوني. قبل شيء خلصنا المقابلة مع الاكيل، وافقوا علي الحمد لله تمام، بس كانوا يبغوا شيء واحد، اطلع رخصة دباب لانه راح اسير اسوق دباب واوصل طلبات، يعني بتكون شيء ثاني، فلازم اروح اطلع رخصة دباب باقرب وقت، لازم اروح اسوي اختبار وما ادري ايش. فان شاء الله اسبوع زمن وانا مطلعها، او بنكون بدبي او بنرجع للمويه، اتوقع اني راح ارجع للمويه. اكتبوا لي ايش تبغوا. هذا كان نهاية المقطع، شكرا لكم على المشاهدة، لا تنسوا اللايك والاشتراك ورابط منصة احسان تحت الديسكربشن. ان شاء الله عجبكم المقطع، عارف انه ما كان فيه اشياء كثيرة وكان لخبطة كله لانه انا ما كنت عارف ايش راح اسوي اصلا، رحت وسط البلد ضيعت 3 ساعات على الفاضي. فان شاء الله المقطع الجاي يكون فيه شيء، واتوقع راح ارجع ابيع موية يا شباب، هي الحل الوحيد اللي راح توصلنا. فشكرا لكم، اذا عندكم اي شيء تحت اكتبوه، شكرا لكومنتاتكم وشكرا لكم، نحبكم، السلام عليكم.